A2 كمبيوتر ساينس كامبريدج كود 9618 مع حضراتكم دكتور أيمن حجاج. بعد ما اتكلمنا على الأو ليفل كمبيوتر ساينس، اتكلمنا شوية صغيرين على الاي اس كمبيوتر ساينس، نبدأ نتكلم على الاي 2 كمبيوتر ساينس اللي هو لو جمعت الاي اس والاي 2 يبقى فول اي ليفل سبجكت كمبيوتر ساينس. نرجع ونقول تاني ان الاي ليفل كمبيوتر ساينس يعتبر من اسهل المواد، من اسهل مواد الاي ليفل، مربوطه جدا بالحاجات اللي هتاخدها في اولى هندسه حاسبات او اولى حاسبات ومعلومات، فماده اكاديميه ساينتفك محببه الى قلب كثير عن الاي ليفل اي تي. فالاي ليفل كمبيوتر ساينس بيديك انترودكشن لفعلا البرمجه، خاصة عندي أنا عندي هنا بتكلم على بيبر 3 وبيبر 4، بيبر 1 وبيبر 2 اتكلمت عليهم في الاي اس، لكن بيبر 3 وبيبر 4 عندك بيبر 3 ثيري ريتن، بيبر 4 بقى براكتيكال باستخدام بروجرامينج لانجويج. أنا رشح لك بروجرامينج لانجويج اللي هي البايثون، بتقعد على الكمبيوتر لمدة ساعتين ونص، بيجيب لك ثلاث أسئلة تشالنجينج برضو يعني، بس بالتدريب ان شاء الله بتبقى انت فاميليار وعارف المشوار. يعني احنا مثلا الماده كمبيوتر ساينس اي ليفل ريسنتلي ابديتد، اخر ابديت فيها 2021، فانا عندي سبيسيمن 21 جون 21 نوفمبر، عندي مثلا بتاع لتس سي مع جون اللي جاي هيطلع لي كمان 3 4 امتحانات، يعني مثلا بتاع عندي بتاع 15 امتحان ادربك عليهم. عبال ما دربك عليهم بيبر 3 وبيبر 4 بتقدر تخش الامتحان بتبقى فيري ويل بريبيرد فيري ويل كواليفايد، وانا اكزامينر اساسا شغال معاهم في امتحانات بيبر 4، فبشوف التريكس وبشوف الصعاب والمشاكل اللي بتظهر قدام الطالب، بقدر ادربك واهلك ان انت تشتغل عملي علشان بيبر 4 على برنامج بايثون والانفايرمنت اسمها باي شارم. انا ببقى مسؤول على السيت اب والكونفيجريشن لللاب في بيبر 4 في الفاينل اكزامز، بس طبعا ببقى بعيد عن الطلبه بتوعي، ببقى في فينيو مش موجود فيها طلبه بتوعي عشان ما يحصلش اي ميس كوندكت. احنا بنشتغل فير، انا عندي مهارات بقدر اوصلها لك، بقدر ادربك عليها بتشتغل. طبعا انت لو خدت مثلا الاي اس كمبيوتر ساينس في سيشن، ليت اس سي الاي اس كمبيوتر ساينس في نوفمبر والاي 2 في جون، بيبقى الوقت واسع معاك والدنيا ايه مرتاحه. ده طبعا بعد ما تكون مخلص الاو ليفل كمبيوتر ساينس او اي ليفل. يعني انا دايما بحب قوي الطالب اللي ياخد اي ليفل كمبيوتر ساينس والباك جراوند بتاعه اي سي تي وكمبيوتر ساينس، بيدعمه كتير لان في داتا بيز بتدرس اقوى في الاو ليفل اي سي تي عن ما هي بتدرس في الكمبيوتر ساينس. بس طبعا احنا بنتكلم على ماده اي ليفل، يعني ليها هيبتها برضو وليها شغلها. فانا بقدر اقدم لك ايه؟ بقدر اقدم لك النوتس اب تو ديت، لان طبعا زي ما قلت في كل الايه الانترودكشنز ان الكمبيوتر ساينس بيتغير، فلازم اعمل لك النوتس اب تو ديت. وادي الكلاسيفايد برضو فيها اسئله كتيره جدا من الامتحانات، وانا حاليا بعمل ابديتنج للنوتس والكلاسيفايد بتاعه الاي ليفل علشان يبقى فيها include latest trend والنقاط اللي احنا بنغطي عليه. فطبعا وبعدين برضو باذن الله بقدر اقدم لك library من recorded sessions. احنا لما بنشتغل مثلا ثلاث مرات في الاسبوع، فثلاثه sessions بيبقوا live، يعني live مع التيوتر ماشي interactive، وثلاثة سيشنز بيبقوا ريكوردد لأن ساعات بتبقى أنت عاوز تسمع المادة العلمية كده ورا بعضها بدون interruption ولا أسئلة، فبتسمع المادة العلمية بيعتبر شرح لوحده. فأنا عندي libraries of recorded sessions، الحمد لله بقالي سنين طويلة شغال international education في الكمبيوتر ساينس والاي تي في مختلف المجالات، فبإذن الله بقدر أأهلك وأدربك كويس جدا. فانت عندك في الـ A2 عندك بيبر 2 3 اللي هي ثيري، اللي هي بتعيد نفس الكلام اللي في بيبر 1 اللي اي اس بس على مستوى اعلى شويه، اللي هو نفسه ايه الاو ليفل بيبر 1
بس طبعا ايه سلم بتطلعه لغايه لما توصل لمستوى اكاديمي جامعي، وبعد كده بيبر فور اللي هم استحدثوها من 2021 بتخش على الكمبيوتر تقعد تكتب اكواد لما تبقى متدرب، لان برضو الاسئله بتكرر. لما تبقى متدرب بتلاقي ان الاكواد دي اسهل حاجه واحلى حاجه في حياتك وبتجيب درجات عاليه. الجريد باوندريز شانها شان اي ماده من 75%، لو انت واخد الاي ليفل فانت 75% في الاربعه بيبرز فانت بتتكلم في الاي ستار. بس دايما نصيحتي لو انت هتدرس اي ليفل في الاي اس تبقى مذاكر كويس جدا، ما تسيبش ولا درجه، لان في الاي 2 برضه هتلاقي ايه ده اي ليفل يا ابني، فهتلاقي برضه في شويه صعوبات، بس باذن الله بالمجهود والتعب باذن الله يو اتشيف. فاتمنى لكم كل التوفيق والفائده باذن الله من كمبيوتر ساينس.